اتخذت الجزائر إجراءات وقائية احترازية على مستوى حدودها مع الدول الإفريقية الأكثر عرضة لهذا الفيروس، وكذا على مستوى المطارات. عيطنا للخبراء نتاعنا دي زيكسبير ناسيونو اللي يعني سو سون بوشي سو لا كيستيون و ايزون ايتوديي يعني اسكو عندنا كاين خطوره في البلاد ومادام هاد لو فيروس سي ان فيروس راهو فراجيل مادام لا كونتامينياسيون الي فابل ميم سي سي ان فيروس فيرولان لا كونتامينياسيون لا ترانسميسيون يعني الي فابل تالي تان ما عندناش دي ليزون ديريكت مع هاد البلدان اللي راهم او نومبر دو 4 كاين اربعه بلدان اللي راهم مقيوسين بهاد الوباء ما عندناش دي ليزون ديريكت صحيا دائما. ورغم فتح مؤسستين استشفائيتين متخصصتين في طب وجراحة العيون بكل من ورقلة وبشار